بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج مطارحات في العقيدة، عنوان حلقة الليلة موقف ابن تيمية من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. طبعا القسم الثاني. نرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا دكتور، حياكم الله سماحة السيد. في البدء لا بأس من تمهيد وخلاصة لما سبق في الحلقة السابقة سماحة السيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الحلقة السابقة أن مجموعة هذه الأبحاث وهي التي نحاول فيها أن نتحدث عن مناقب وفضائل الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، والهدف من طرح هذه الأبحاث هو بيان وإثبات أفضلية علي على جميع الصحابة بمن فيهم الخليفة الأول والخليفة الثاني، فضلا عن باقي الصحابة. بل سيتضح إن شاء الله تعالى أن الفضائل والمناقب التي ذكرت لعلي لا يوجد ما يناظرها في فضائل الصحابة الآخرين، إن وجدت هناك فضائل متفق عليها بين المدرستين. بل سيتضح في مرحلة ثالثة أساسا لا مجال للقياس بين علي عليه أفضل الصلاة والسلام وبين باقي الصحابة، وهذا ما أشار إليه علي عليه أفضل الصلاة والسلام في خطبه من نهج البلاغة، قال: لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد. حسن. وهذا ما نحاول إن شاء الله تعالى أن نقف عنده في حلقات كثيرة، في اعتقادي أنها ليست 10 و20، كثيرة جدا هذه الأبحاث، ولكن المهم الذي لا بد أن يلتفت إليه المشاهد الكريم أننا كما اتفقنا مع المشاهد أننا لا ننقل الرواية انفرد بها علماء مدرسة أهل البيت والكتب الحديثية والمصادر والمراجع الحديثية لمدرسة أهل البيت، يعني لا ننقل رواية من أصول الكافي وإن كانت هذه الرواية صحيحة عندنا، لا ننقل من كتب البحار أو الصدوق أو إلى غير ذلك، وإنما نكتفي فقط بالروايات الواردة والمجمع عليها بين علماء المسلمين. وسيتضح للمشاهد الكريم أن هذه القضية وهي الفضائل والمناقب الثابتة لعلي في كتب الفريقين لا تناظرها أي فضيلة وأي منقبة لأحد بعد الخاتم صلى الله عليه وآله. هسه لماذا نحن انتخبنا هذا المنهج؟ لأننا قلنا فيما سبق، والآن بودي أن أشير إلى نصين أو ثلاث في هذا المجال، قلنا فيما سبق أن النصوص الواردة والمقبولة لا أقل من الطرف الآخر، يعني من مدرسة الصحابة، أنه لو اجتمعت الأمة على شيء فهي معصومة، ماذا؟ معصومة عن الخطأ، معصومة من الضلالة. وعندما أقول الأمة مرادي جميع علماء الأمة بمختلف اتجاهاتهم ومبانيهم العقدية والفكرية وغير ذلك. إذا وجدنا مفردة عقدية اتفقت عليها جميع كلمات علماء المسلمين بمن فيهم مدرسة أهل البيت ومدرسة الصحابة، فإن هذه الأحاديث تقول أنها ليست خاطئة وليست ضالة، وإنما لابد أن تكون حقا. أما الروايات الواردة في هذا فهي كثيرة، أنا أقف عند بعض هذه الروايات. من هذه الروايات ما ورد في كتاب نظم المتناثر
من الحديث المتواتر تأليف أبي الفيض مولانا جعفر الحسني الإدريسي الشهير بالكتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. طبعا لم أجد طبعة أخرى من هذا الكتاب إلا هذه الطبعة القديمة المطبوعة في بيروت سنة 1400 من الهجرة، بيروت، لبنان. طبعا في الصفحة الأولى يقول طبع بالمطبعة المولوية بفاس العليا المحمية سنة 1328، يعني حدود قديمة جدا. أحسن، طبعة قديمة، ولم أجد طبعة أخرى. هناك يقول اسم أحاديث عصمة الأمة، أو مع الاعتذار أن الكلمات صغيرة ولكنه بودي أن المشاهد يدقق، أحاديث عصمة الأمة وأنها لا تجتمع على ضلالة وخطأ. ذكر ابن الهمام في التحرير وغير واحد أنها متواترة معنا، يعني هذه الأحاديث التي قال بأنه لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على خطأ، لا يوجد فيها تواتر لفظي ولكن يوجد فيها تواتر معنوي. ونص ابن الهمام ومن الأدلة السمعية، أي على أن الإجماع حجة قطعية، قال لا تجتمع أمتي على الخطأ ونحوه كثير، ومن ألفاظه أن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، أخرجه الترمذي وغير الترمذي بأسانيد متعددة. ثم يقول وأورده أخرجه ابن عن ابن عمر وعن أبي بصرة الغفاري وعن أبي مالك الأشعري وعن أنس وعن ابن عباس إلى أن قال وبالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره، وراجعه إلى آخره. إذن المنهج الذي نتبعه، ومن هنا أنا أقدم هذا التساؤل بل هذا التحدي، أننا من الآن نتفق على أن أي حديث ورد تريدون الاستدلال به أنتم في مدرسة الصحابة أو في منهج ابن تيمية ومن يتبع ابن تيمية من الأمويين، إذا أرادوا أن يستدلوا فعليهم أن يأتوا بأحاديث متفق عليها بين علماء المسلمين وصحيحة عند الجميع. وهذا الحديث كما هو واضح وأشرنا إليه أنه متواتر، طبعا لا يحتاج إلى معرفة السند، ولكن مع ذلك ورد في السلسلة الصحيحة المجلد الثالث صفحة 319، السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني المجلد الثالث، هناك في صفحة 319 في رقم الحديث 1331 قال إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على خطأ، رواه ابن أبي عاصم عن سعيد سمع النبي يقول إلى أن يقول ثم رواه إلى أن يقول ورجاله ثقات، قلت فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن. إذن التصحيح أيضا وارد عند العلامة الألباني، وكذلك الإخوة اللي يردون يراجعون، لأنه بعد ما كان عندي قدرة أن أجيب كل الكتب، يمكن مراجعة مسند أحمد المجلد 45 صفحة 200، وكذلك الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي المجلد الأول صفحة 423. إذن منهجنا، وهذا الذي وعدنا به المشاهد الكريم، أننا لا نأتي في الفضائل والمناقب إلا بتلك النصوص المتفق عليها بين علماء المسلمين. فإذا أردتم أن تأتوا بمنقبة لأي صحابي كان، لأي صحابي، لابد أن تكون تلك المنقبة متفق عليها، ماذا؟ وإلا لا تكون حجة علينا، وإنما هي حجة عليكم. إذا أردتم في الحجاج العلمي وفي المنهج العلمي وفي المحاجة العلمية وفي المنطق العلمي السليم، لابد أن لا تقولون قال البخاري في أبي بكر كذا، وقال في سعد بن أبي وقاص كذا، وقال في معاوية كذا، هذا لكم حجة عليكم ولا قيمة له من الناحية العلمية والمنهجية، ماذا؟ ليس حجة علينا.
إذن وهذا ما سأفي إن شاء الله ووفيت به في الحلقات السابقة، أني لا أذكر نصا في مناقب علي إلا بعد تصحيح علماء المسلمين له من المدرستين، مدرسة أهل البيت نعم. ومدرسة الصحابة. هذا هو المنهج المتبع نعم. عندنا. أحسنتم كثيرا، صار واضحا. طيب سماحة السيد، بالنسبة للحديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، نعم، يعني هل سنده متفق عليه أم هو مورد شك وترديد؟ أحسنتم، سؤال جيد. من المناقب ما يكون له سند صحيح، ولكن قد يشكك به البعض ويصححه البعض الآخر. يعني ليست كل المناقب التي وردت في علي متفق عليها، بعض هذه المناقب حتى لو كانت صحيحة عند مدرسة الصحابة إلا أنها ليست صحيحة عند جميع علماء مدرسة الصحابة. بعض المحدثين، بعض الأئمة والأعلام يصححونها، وبعض الأعلام والآخرين من أعلام مدرسة الصحابة ماذا؟ يضعفونها. نحن نريد أن نعرف أن حديث لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، أو لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، هل يوجد هناك من شك في هذا الحديث، يعني في سند هذا الحديث، أم أن هذا المضمون متفق عليه بين جميع علماء المسلمين؟ طيب. نعم، لعله إذا كان هناك كلام في بعض الطرق ولا يؤثر، ولكنه في الأعم الأغلب الأسناد أو السند صحيح ومعتبر عند القوم. في الواقع بأن النصوص الواردة في ذلك كثيرة، كما أشرنا في الحلقة السابقة، من النصوص الواردة ما ورد في صحيح مسلم. ويتذكر المشاهد الكريم أننا قرأنا من صحيح مسلم الرواية الدالة على هذا المعنى بشكل واضح وصريح، وقلنا بأنه في صحيح مسلم صفحة 60 الحديث 78 ومصادر أخرى. ولكن ما أريد أن أشير إليه فقط من باب الإجمال ما ورد في خصائص أمير المؤمنين، قلنا توجد أحاديث ثلاثة، الحديث صفحة 86، الحديث 100 و101 و102، كلها يقول الحديث 100 يقول إسناده صحيح، الحديث 101 يقول إسناده صحيح، الحديث 102 أيضا يقول وهو إسناد صحيح. إذن ما أورده الإمام النسائي في خصائص أمير المؤمنين من لا يحبني أو لا يحبك وحديث رسول الله عن علي، هذه الأحاديث الثلاثة كلها صحيحة السند. ومن تلك الموارد التي لا بد أن يشار إليها في هذا المجال ما ورد في فضائل الصحابة المجلد الثاني صفحة 196، فضائل الصحابة للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، طبعة جديدة منقحة تحققه وخرج أحاديثه وابن عباس الأستاذ المشارك، وقرأنا هذا في الحلقات السابقة. أنا بودي أن الحديث يخرج مباشرة، الرواية عن علي وهو رقم الرواية 948، قال عهد إلي النبي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، يقول لإسناده صحيح وهو في المسند، يعني مسند أحمد بن حنبل، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والبغوي في معجم الصحابة، والخطيب في تاريخه، وأبو نعيم في الحلية، كلهم من طريق الأعمش. وقال أبو نعيم هذا حديث صحيح متفق عليه. هذه بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الكلمة من صاحب تاريخ بغداد، يقول حديث صحيح متفق عليه ورواه الجم الغفير. خلص، إذن من حيث السند لا مجال للتشكيك ماذا في هذا السند، بل أكثر من ذلك. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقائق، لأنه بعد ذلك سيتضح أنه يوجد من يشكك ماذا في صحة هذا
سند وفي صحة هذا النص الصادر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. انظروا ماذا يقول في سير أعلام النبلاء. في سير أعلام النبلاء للذهبي المجلد 17 مؤسسة الرسالة، هناك في سير أعلام النبلاء صفحة 169، بودي أن العبارة تخرج، قال: وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء. من يقول؟ الذهبي. نعم. وطرق حديث من كنت مولاه وهو أصح، يعني أصح من حديث ماذا؟ الطير. الطير. وأصح منهما ما أخرجه مسلم عن علي قال: إنه لعهد النبي إلي، إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. يعتبر الإمام الذهبي أن حديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق يعتبره أصح من حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه. التفتوا جيدا، فإن قلت: ما هو قيمة حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ما هو قيمته عند الذهبي؟ التفتوا جيدا ماذا يقول الذهبي في المجلد 8 من سير أعلام النبلاء. سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي المجلد 8، هناك يقول: فخرج علينا رسول الله من خباء أو فسطاط فأشار بيده ثلاثا، فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا حديث حسن عال جدا ومتنه فهو متواتر. أحسنت. إذن المتواتر هذا أصح منه. وهذا أصح منه، يعني أصح من المتواتر، أصح من المتواتر عند الإمام الذهبي. الذهبي. إذن هذه نقطة أساسية بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها. هسه قد يقول لقائل: ما هو إصراركم على هذا؟ نقول: باعتبار أنه إذا وردت عندنا روايات أخرى أو تشكيك من أحد، عند ذلك يوجد عندنا حديث متواتر قطعي الصدور، فإذا ورد خبر آحاد ظني الصدور إذا تعارض يسقط ذلك الخبر الآحاد الظني الصدور، وهذه من قواعد باب التعارض كما ذكر في علم الأصول. أنا أريد أن أثبت أن هذا الحديث من الأحاديث أولا المجمع عليها بين علماء المدرستين، وثانيا أنها أصح عند الإمام الذهبي من حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه الذي متنه هو متواتر عند الإمام الذهبي. هذه هي القيمة السندية لحديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وهذا معناه، وهذه الجملة تفيد الحصر. أحسنت. لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أحسنتم كثيرا. وقد قطع الذهبي على من يشكك بعد في هذا الحديث. هسه الآن سيتضح بأنه يوجد أو لا يوجد. نعم. بعد الفاصل نسألكم عن موقف الشيخ ابن تيمية عن سندي من سند هذا الحديث إن شاء الله تعالى. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود، تابعونا. إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا وعينا عن البكاء من خوفك جامدا وإلى ما يسرها طامحة. إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك. نحييكم مجددا مشاهدينا الكرام، ونحيي سماحة السيد. مرحبا بكم سماحة السيد. مرحبا دكتور، حياكم الله. سألتكم قبل الفاصل عن موقف الشيخ ابن تيمية من سند هذا الحديث الذي قطع الذهبي بصحته وغيره. نعم. بل قال أصح من حديث حتى من حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه الذي هو أثبت تواتره في محل الأخر. نعم. في الواقع بأنه هذه هي طريقة الشيخ ابن تيمية، وقعا
بودي أن المشاهد يلتفت جيدا. أولا يأتي في المرحلة الأولى، يعني عند استراتيجية في كل النصوص والأحاديث التي تكلمت عن فضائل ومناقب علي وأهل البيت، أولا يأتي ليحذفها ويذهب وينتقصها ماذا؟ سنديا. يقول لم تثبت، موضوعة. وكم له نظير، وإن شاء الله بعد ذلك سيأتي في مناقب علي روايات صحيحة ثابتة ومن حيث السند تامة وجيدة، ولكن يقول ماذا؟ موضوعته. نعم. هذه طريقة. ابتداء موضوعة وانتهت القضية، وفي تصور أنه لا يراجع أحد هذا المعنى، لأنه ثقة عمياء توجد بالشيخ ابن تيمية، لأنه يعتبرونه شيخ الإسلام، ونحن ذكرنا مرارا أننا نقبل أنه شيخ الإسلام، ولكن ماذا؟ شيخ الإسلام مع أنهم يأخذون علينا التقليد، يقول أنتم تقلدون المراجع. أنا بودي أنهم يراجعون ويذهبوا أنه الموارد التي ادعى فيها، وسيأتي إن شاء الله أبحاثها لاحقا. المهم، شيخ الإسلام في منهاج السنة المجلد السابع بشكل واضح وصريح في صفحة 147 هكذا يقول. في صفحة 147 يقول في منهاج السنة طبعة الدكتور محمد رشاد سالم المجلد السابع صفحة 147 و48، انظروا ماذا يقول. يقول: وأهل العلم يعلمون يقينا أن النبي صلى الله عليه وآله قال ماذا؟ قال النص الوارد في هذا، وهو آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. يقول أهل العلم يقولون أن هذا مما لا ريب في صدوره من النبي صلى الله عليه. يعلمون يقينا أن النبي قاله في الأنصار هذا الحديث. هذا قاله. أما وحديث حب علي قد شك فيه بعضهم، وعلى طريقته، هذه الطريقة التي لا أعلم أنه ماذا أعبر عنها إلا أنها طريقة الشياطين، هي أنه يقول شك فيه. من هذا البعض الذي شك؟ لا يوجد، لا تعليق من المعلقين ولا إشارة، مع أنه كان ينبغي أن المعلق يقول شك فيه بعضهم، شك فيه فلان، شك فيه أين فلان، يجد شك التشكيك فيه فلان. وهذه التصريحات ولا أعلم واقعا. انظروا إلى الطريقة، أي الطريقة السقيمة المعوجة. يقول: وحديث علي قد شك فيه بعضهم، وأنا لا أعلم كيف يمكن أن يشك فيه وقد ذكره مسلم. إذا كان الحديث قد صدر في صحيح وجاء في حديث مسلم ورواه مسلم، كيف يمكن أن يشك فيه؟ إذن ما قيمة صحيح مسلم؟ لا أعلم. لماذا تقولون الصحيحان؟ وهو يقول قبل ذلك بصفحة واحدة، يقول: فإن هذا من أفراد مسلم، والبخاري أعرض عن هذا الحديث. حديث من؟ حديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. يعني هو يعترف ومن هنا أن مسلم ذكره ويقر. نعم، يصرح بأنه ورد في حديث مسلم. يقول: فإن هذه الأحاديث أصح مما يروى عن علي أنه لعهد النبي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، ولكن لأن البخاري أعرض عنه إذن ماذا؟ إذن هو مشكوك. وهذا وقع هنا تأتي هاي علامة الاستفهام الكبيرة على طول التأريخ، حجمها بطول التأريخ. لماذا أن البخاري مثل هذه المناقب لم يذكرها عن علي؟ ما هي مشكلة البخاري مع علي حتى لا ينقل له هذه الروايات المتفق عليها بين علماء المسلمين التي أصح مما ذكره البخاري بعضا؟ أحسنتم. ولا أعلم واقعا، لا أعلم، لابد المحقق يذهب ليعرف لماذا. يعني ما الذي كان يخفيه البخاري عندما لم ينقل هذه النصوص عن علي في فضائل علي، ولكن وذهب لينقل النصوص التي هي ماذا؟ في ذم علي، أنه أراد أن يتزوج على فاطمة الزهراء، وعندما أراد أن يتزوج عليها فقال رسول الله: من آذاها فقد آذاني. هو يعتقد ماذا؟ يعتقد أنه الذم ممكن، أما الفضائل لابد ماذا؟ لابد مشكوك أن فيها.
هذا كلامه ابن تيمية. إذن المرحلة الأولى عندما لا يستطيع أن يقول أن الحديث موضوع ماذا يفعل؟ يقول وحديث علي قد شك فيه بعضهم، يعني من حيث السند مو معلوم ثابت أو غير ثابت. ونحن قد قرأنا للمشاهد الكريم ماذا قال في فضائل الصحابة أبو نعيم في الحلية، قال متفق عليه وقد رواه جم غفير. هذا أولا. وثانيا وتابع ذلك وتابعه جملة من المعاصرين، وهذه هي المشكلة. البعض يتصور يقول سيدنا لماذا أنتم تقفون عند هذه القضايا؟ يا أخي باعتباري أنه الآن المعاصرين يدعون أهل التحقيق، انظروا ماذا يقولون، انظروا ماذا يقول الأرنؤوط في تعليقاته، الشيخ شعيب الأرنؤوط اللي هو محقق مسند الإمام أحمد بن حنبل في المجلد الثاني صفحة 72، بعد أن ينقل الرواية يقول قال علي والله إنه، قسم يذكره عن علي سلام الله عليه، إنه لمما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا يبغضني إلا منافق ولا يحبني إلا مؤمن. يقول الأرنؤوط معلقا على هذا النص إسناده على شرط الشيخين. بعد لا أعلم كيف يكون، ماذا كيف يشك فيه، يكون يوجد من يشك فيه، إسناده على شرط الشيخين. إلا أن عدي بن ثابت وإن أخرج له، يعني مسلم والبخاري أخرج لعدي بن ثابت، التفتوا جيدا، قال فيه أحمد كان يتشيع. هذه مصيبة، وهذه البدعة، بل كان يحب عليا. وإن أخرج له الشيخان، وإن أخرج له الشيخان كان موثقا، بل أكثر، قال أحمد كان يتشيع، وقال ابن معين شيعي مفرط، وقال الدار قطني ثقة، إلا أنه كان غاليا في التشيع. قلنا هسه من يقول؟ شعيب الأرنؤوط. نعم. التفتوا كيف يغمزوا في الحديث، يقول وقد رد أهل العلم من مرويات الثقة ما كان موافقا لبدعته، ولما كان هذا يخص عليا فإذا هو وحب علي ماذا؟ بدعة، وهذا موافق لبدعته للراوي، إذا لابد ماذا أن نفعل؟ أن يحذف. هذا هو منهج، هذا اللي يعبر عن النهج الأموي. أنت تجد الإمام النسائي لا يتكلم هكذا، هذا هو النهج الأموي، هذا هو نهج ابن تيمية اللي يؤسس له هؤلاء. ثمرة من ثمرات النهج الأموي. أحسنتم. التفتوا، يقول وقد رد أهل العلم من مرويات الثقة، يقبلون أنه ماذا؟ ثقة، صدوق، ولكنه ماذا؟ لأنه يحب عليا، إذن ماذا؟ لابد أن يرد. إذن هو وضع، فأين الثقة فيه؟ بل أكثر من ذلك، يقول وقد انتقد الدارقطني في التتبع صفحة 427 مسلما لإخراجه هذا الحديث. قال لأخر لماذا أنت أخرجت هذا الحديث وورطتنا؟ أحسنتم. كان تتعلم من البخاري ألا ينقل من هذا الحديث، وأرحتنا أنت نقلت هذا الحديث، الآن تورط الشيخ ابن تيمية ومن جاء بعد الشيخ ابن تيمية، ماذا يفعلون بالسند، ماذا يفعلون بالمضمون، كيف 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 إلى آخره. ولذا عبارته واضحة، يقول وقد انتقد الدارقطني مسلما لإخراجه هذا الحديث، فقال وأخرج مسلم حديث عدي بن ثابت ولم يخرج البخاري، وقلنا وقد اتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراج حديث الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، وقال شيخ الإسلام إلى آخره. ينقل العبارة التي أشرنا إليها هنا في الجزء الرابع صفحة، في الجزء السابع صفحة، عفوا في الجزء السابع صفحة 147 و148. إذن سند هذا الحديث عند علماء المسلمين متفق عليه، إلا عند من؟
عند الشيخ أبي وهذا سلام. الذي أنا قلته مرارا وتكرارا أن النهج الأموي له حساب آخر غير حساب مدرسة الصحابة، وإلا أنت تجد بأنه عندما يأتي الإمام النسائي ينقل الروايات بلا ماذا؟ يقول على شرط الشيخين وحديث وما عنده مشكلة أبدا، ما توجد أبدا، لا توجد مشكلة، ولكن عندما نصل إلى من؟ نصل إلى النهج الأموي، إلى الاتجاه الأموي، نجد أنهم بدأوا يشككون في مضمون في سندي هذا الحديث، شك فيه بعض ولم يذكر البعض، وبعد ذلك قرأنا عن الأرنؤوط ما قرأنا. أحسنتم كثيرا، وهذه في الواقع مشكلة سماحة السيد. المهم هذا هو النهج، فلهذا المحقق المتتبع العالم المحدث أهل العلم لابد أن يلتفتوا إلى النهج عندما يريدون أن ينقلوا، يعني مع خطورة التشكيك بهذا الراوي لأنه قد روى له الشيخان، وهذه خطورة تطعن بالصحيحين، يعني لأنه كانت الفضيلة في من؟ في علي، في علي يتقحمون هذا التقحم الشديد ولا يتقبلون حديث في فضيلة علي. أحسنتم جزاكم الله خيرا. طيب إذن سمح سيد، يعني الحديث الآن ما أهمية مضمون ودلالة هذا النص النبوي سمحة السيدنا؟ في الواقع بأنه مضمون هذا الحديث بودي أن المشاهد الكريم يقف عندي، يقف معي قليلا لأبين مضمون وأهمية هذا الحديث. هسه النتائج المترتبة بعد ذلك أبينها، ولكن في المقدمة أريد أن أبين مضمون هذا الحديث. هذا الحديث المبارك وهو عندما يقول يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أو لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، وينقل ذلك علي عمن؟ عن رسول الله، عمن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الحديث يعطي لنا ضابطا وميزانا ومعيارا يجعل لنا عليا أو يجعل لنا حب علي وبغضه هو ميزان الإيمان والنفاق. أحسنت. يعني إذا سأل سائل يا رسول الله ما هو ميزان الإيمان والنفاق؟ كيف نعرف من أنفسنا أننا أهل إيمان أو أننا من أهل النفاق؟ قال انظروا إذا كنتم تحبون عليا فأنتم ماذا؟ من أهل الإيمان، مؤمنون. وإن كنتم تبغضون عليا فاعلموا أنكم ماذا؟ من أهل النفاق. أبدا، خلص جملة واحدة، يعني الإمام أن النبي صلى الله عليه وآله جعل عليا هو الفاروق الأكبر للتمييز بين الإيمان والنفاق. هو 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 الفاروق، هو الفاروق بين الإيمان والنفاق. القضية ما مرتبطة بالسلوك الخارجي، هي مرتبطة بإيمان الإنسان. يعني لو فرضنا أن إنسان يصلي، يصوم، يحج، ينفق الأموال، له كل الخيرات، ولكن في نفسه يجد اشمئزازا عندما يذكر علي ومناقب علي، لا تطيب نفسه، لابد أن يعلم أن فيه شيء ماذا؟ من النفاق، فيه مرض في قلوبهم، مرض هو مرض النفاق. حسن. لابد أن يعلم، وإلا فليكن صادق الحديث، فليكن مصليا، صائما، حاجا، مزكيا، وإلى غير ذلك. إذا وجد نفسه ذلك فليعلم أنه ماذا؟ بقدر ما تشمئز قلوبهم من علي، من ذكر علي وفضائله، فليعلم بقدر ذلك فيه ماذا؟ فيه آيات النفاق وعلامات النفاق، والعكس بالعكس. هم النتيجة التي تترتب على ذلك ما هي؟ قبل أن أذكر النتيجة بودي أن أشير إلى أن العبد متى يصل إلى هذا المقام. المشاهد الكريم فليدقق معي، متى يصل العبد إلى هذا المقام؟ يعني يكون حبه وبغضه ميزان الإيمان والنفاق. متى يعني العبد لابد إلى أي درجة يصل حتى يجعل ماذا؟ ميزانا للإيمان، يجعل حبه وبغضه ميزانا للإيمان والنفاق. الجواب إذا كان مع الحق وكان الحق معه. أحسنت. يعني بعبارة أخرى، إذا كان الشخص مع الحق والحق معه يدور الحق
قوا حيثما دار ذلك الشخص، إذن هذا هو الذي يستطيع أن يكون ماذا؟ حبه وبغضه هو ميزان الإيمان والنفاق. والوزن يومئذ الحق، القرآن يقول. التفتوا لي بودي أنه تسلسل الأبحاث لا يفقدها المشاهد الكريم. نعم. التفتوا لي جيدا، إذا كان العبد قد وصل إلى مقام يدور الحق، يدور الحق معه، أو هو يدور مع الحق حيثما دار الحق، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يكون هذا الإنسان حبه إيمان وبغضه ماذا؟ نفاق. نفاق. بودي التفتوا إلى تسلسل البحث، مرة ثالثة أقول التفتوا إلى تسلسل البحث. متى يصل العبد إلى هذا المقام؟ يصل العبد إلى هذا المقام إذا كان مع الحق والحق معه. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يجعل عليا حبه وبغضه فاروق الإيمان والنفاق إذا اتبع علي للحق، قال لا، انظروا إلى علي فإذا أحببتموه فأنتم مؤمنون، وإذا أبغضتموه فأنتم ماذا؟ منافقون. فأنتم منافقون. يعني جعل الإيمان والنفاق يدور مدار حب علي وبغض علي. والإيمان والنفاق ما هو؟ الإيمان حق والنفاق ماذا؟ باطل. نعم. أليس كذلك؟ الإيمان هدى والنفاق ماذا؟ ضلال، بطلان، خطأ، إلى غير ذلك من التعابير. عبروا. رسول الله يجعل عليا حب علي وبغضه مدار ماذا؟ مدار الإيمان والنفاق. هذا معناه أن الحق يدور مع علي حيثما دار علي. أعيد الجملة، مرة نقول أن علي مع الحق والحق مع علي، يدور علي حيثما دار الحق، بلي. ومرة نقول لا، الحق وهو الإيمان مع ماذا؟ مع علي، والبغض نفاق وهو البغض مع ماذا؟ مع عدم حب علي. هذا معناه أن علي صار مدار الحق والباطل، هذا علي صار مدار الإيمان والنفاق. إذن هو يدور الإيمان والنفاق حوله. النتيجة ما هي؟ النتيجة الجملة هكذا تكون علي مع الحق والحق مع علي، يدور الحق حيثما دار علي. هسه الآن هذا بحث استطرادي أنا ذكرته، لعله في محل آخر أقف عنده، فقط هاي الجملة أريد أقولها للمشاهد الكريم. إذا ثبت أنه من أحب علي فهو مؤمن ومن أبغضه فهو منافق، إذن لابد أن يكون معصوما، وإلا لو لم يكن علي معصوما لعل علي يصدر منه خطأ أو معصية أو اشتباه، وهذه المعصية محبول بالله لو مبغوضة لله. مبغوضة لله. فإذا أبغضت علي لأجلها لا يكون دليل النفاق، بل يكون دليل الإيمان. أحسنتم. فإذا النبي عندما قال الإيمان والنفاق يدور مدار حب علي وبغضه، لابد أن يكون علي ماذا؟ معصوما. وإلا لو لم يكن معصوما لعله يصدر منه معصية ولو خطأ ولو اشتباها، فإذا أبغضتها لا يكون هذا علامة ماذا؟ علامة النفاق، بل يكون علامة الإيمان. أحسنت. ما أدري عندي وقت أستمع. نعم تفضل. بلي. جيد جدا. هسه النتيجة المترتبة على ذلك ما هي أخرويا؟ النتيجة المترتبة على ذلك أخرويا، نحن نعلم أن قبول الأعمال ورد الأعمال يوم القيامة إنما يدوران مدار الإيمان والنفاق. نعم. يعني إنما يتقبل الله من المؤمنين من المتقين. ما أريد أقول آيات قرآنية، أريد أقول أن المحور لقبول العمل يوم القيامة هو ماذا؟ هو الإيمان، هو التقوى،
وأنه إذا لم يكن هناك إيمان بل النفاق وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هاي نتيجته ما هي؟ نتيجته أن يوم القيامة قبول أعمال الناس ورد أعمال الناس إنما هو ماذا؟ يدور في هذا يدور مدار حبهم لعلي وبغضهم لعلي. فمن كان محبا لعلي فيقبل عمله، ومن كان مبغضا لعلي فهو ماذا؟ فهو منافق يرد عمله. وهذا هو الذي ذكرته نصوصنا، أن علي هو ميزان الأعمال يوم القيامة. الآن أنا ما أريد أن أقول روايات من عندنا، ولكنه أريد أستخرج مضمون ماذا؟ مضمون هذا النص. إذا فتحصل إلى هنا، إلى هنا تحصل عندنا أن هذا الحديث المبارك أولا يجعل علي هو ميزان، يجعل حب علي وبغضي طبعا، يجعله هو ميزان الإيمان والنفاق، ويترتب على ذلك أن قبول الأعمال يوم القيامة وردها متوقف على الإيمان والنفاق. فمن كان مؤمنا يقبل عمله، ومن كان منافقا ماذا؟ يرد عمله. يرد عمله. نعم، أحسنتم كثيرا. طيب، إذن سمح سيد أشرتم إجمالا إلى النتائج المترتبة على هذه الحقيقة، لديكم إضافة أخرى على أهم النتائج؟ أحسنت. نعم. واقعا قبل أن أذكر النتيجة دكتور، نعم، إذا تسمح لي كم دقيقة. نعم. قد يسأل سائل بأنه لماذا أن حب علي صار هو دليل الإيمان، وبغض علي صار هو دليل ماذا؟ النفاق. النفاق. في الواقع لكي أجيب على هذا التساؤل بودي أن المشاهد الكريم أيضا يدقق معي، لأن حب علي، من أحب عليا فقد أحب الله، ومن أبغض عليا فقد أبغض الله. ومن الواضح أن الإنسان إذا أحب الله مؤمن أو ليس بمؤمن. نعم مؤمن. نعم. وإذا أبغض الله مؤمن أو ليس بمؤمن. قطعا ليس بمؤمن. هسه من حق السائل أن يسأل، يقول وبأي تقولون، دليل تقولون أن من أحب عليا فقد أحب الله، ومن أبغض عليا فقد أبغض ماذا؟ الله فقد تعالى. أبغض الله. أنا أشير إلى نصين أو ثلاث في هذا المجال، التاريخ لا يسع أو الوقت لا يسع. في تاريخ الخلفاء للسيوطي المتوفى سنة 911 من الهجرة، عني بتحقيقه إبراهيم صالح، دار صادر، بيروت، هناك في الصفحة 206 من الكتاب بودي أن المشاهد يلتفت، يقول وأخرج الطبراني بسند صحيح، هذه أجرها حتى أنه يلتفت إليها المشاهد، وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. عجيب معادلة. وأنت في عشرات إن شاء الله تعالى سيتضح لاحقا، من آذى عليا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن الروايات الواردة. وهذه إن شاء الله سنعرض لها لاحقا، وسترون أنه عندما يأتي ابن تيمية إلى كل نص من هذه النصوص ماذا يفعل في السنة. هذا هو المورد الأول الذي أشرت إليه، المورد الأول. المورد الثاني ما ورد في الجامع الصغير للسيوطي، الجامع الصغير للسيوطي تحقيق حمدي الدمرداش محمد، مكتبة دار نزار مصطفى الباز، المجلد الرابع، صفحة 1667 1667 المجلد الرابع من الجامع الصغير 1667. من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد
أبغضني. يقول صح يعني ماذا يعني صحيح؟ يقول صحيح الحديث 8319، صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، ونعلم عن تجدد الذهبي. وأخرجه أحمد والطبراني في الكبير عن أم سلمة هسه الآن، وصححه من؟ الألباني. وهذه هي القضية الأساسية. الألباني اللي نحن نعلم أنه ما هو منهجه وما هي طريقته في هذه الأبحاث. الألباني في المجلد الثالث صفحة 287 هذه عبارته، 1299 رقم الحديث 1299 سلسلة الأحاديث الصحيحة. يقول من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله عز وجل، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل. رواه المخلص في الفوائد المنتقات بسند صحيح عن أم سلمة قالت أن أشهد أني سمعت رسول الله يقول، فذكره، ثم ينقل المصادر الأخرى في هذا المجال. أحسنت. إذن اتضح لماذا أن حب علي إيمان وبغض علي ماذا؟ نفاق. أحسن. لماذا؟ الجواب في كلمة واحدة، لأن حب علي هو حب لله تعالى، حب لله عز وجل، وبغض علي هو بغض من؟ هو بغض لله عز وجل. ومن هنا من هذا الموقع ومن هذا المنبر نتحدى كل المسلمين، كل علمائهم، كل كتبهم، أن يجدوا لنا نصا واحدا في منقبة أحد من الصحابة. هسه المهم هم عندهم أبو بكر وعمر، في أبي بكر وعمر صحيح من الفريقين أثبت ماذا؟ أثبت هذه الحقيقة أبدا. ولهذا نحن نجد، ولكنه عندما تأتي إلى علماء النهج أو إلى أئمة النهج الأموي تجد بأنهم يقولون لا، من قال بأفضلية علي على الخليفتين الأول والثاني فهو صاحب بدعة كبرى، لا صاحب بدعة. وأنا لا أعلم من أين جاءهم أفضلية ماذا؟ أفضلية أبي بكر وعمر على علي. ألستم تقولون أنه النصوص؟ هذه النصوص أنتم تقولون. رجائي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة مرة أخرى. نعم. الأرنؤوط ذكر قاعدة دكتور، هذه القاعدة سلاح ذو حدين. نعم. قال نعم. الأرنؤوط ما هو المصدر؟ المصدر نعم. المسند الإمام أحمد هو الجزء الثاني صفحة 72. نعم. قال وقد رد أهل العلم من مرويات الثقة ما كان موافقا ماذا؟ لبدعته. نحن نعتقد أن اعتقاد بأفضلية أبي بكر وعمر ماذا؟ بدعة، لم يرد فيها نص صحيح. تقولون قالها البخاري، قالها مسلم، قالها فلان، قالها فلان، نقول هذا موافق ماذا؟ لبدعته. إذن حجة أو ليست بحجة؟ ليس بحجة. بالقاعدة الرجالية التي أنتم أسستموها. إذا كان الحديث موافقا لصاحب الدعوة وتردونه حتى لو كان ثقة، أيضا احنا نرد الحديث إذا كان موافقا لدعواكم حتى لو كان ثقة وإن كان صحيحا. ونعم هذه موافقة لماذا؟ لبدعته. لأنه أنتم لابد أن تأتوا بحديث صحيح مقبول عند علماء المسلمين يثبت أفضلية أبي بكر وعمر على من؟ على علي عليه أفضل الصلاة والسلام. أثبتوا ذلك، عند ذلك تكون ماذا؟ تكون سنة. إذ لم تثبتوا ذلك تكون ماذا؟ تكون بدعة. طبعا إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة لعله سننقل بعض الروايات، نقلوا بعض الروايات وننظر في سندها حتى عند القوم أنها صحيحة أو أنها من الكذابين والرواية من الموضوعات. أبحاثها ستأتي بعد ذلك لاحقا. إذن فتلخص إلى هنا في جملة واحدة، أقول للمشاهد الكريم في كلمة واحدة بأن حب علي، من أحب عليا فقد أحب الله، ومن أبغض عليا فقد
أبغض الله. إذن اذهبوا أنتم إلى أنفسكم لتعرفوا بأنكم بينكم وبين الله تحبون عليا كما تحبون رسول الله، لأن رسول الله قال من أحب عليا فقد أحبني. ولا بد أن يكون حب رسول الله مقدم على حب أي شيء آخر، على الأولاد، على التجارة، إلى آخره، كلها لا بد أن تكون أولى حتى تكون محبا لرسول الله، حتى تكون محبا لله سبحانه وتعالى. أحسنتم سماحة السيد. نقف عند هذه النقطة ونأخذ اتصالا من الأخ عابس من العراق. تفضلوا أخ عابس. أنا بحثي منتهى ظهر أن الأخ اتصل بنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أستاذ العزيز، كيف الأحوال؟ حياكم الله، بارك الله فيكم. حياكم الله. تحية طبعا من أرض النجف المقدسة إلى سماحة السيد، حياكم الله. دعم أقوله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من جنود محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. نعم أحسنتم، تفضلوا. من آل محمد. نعم، جزاك الله خير. جزاء سيدنا. أنا في ودي طبعا أن أنقل تحيات. يعني إذا تسمح لي أخي العزيز، أخي العزيز إخواني الأعزاء، إخواني المشاهدين، بودي أنه سلامهم يصل إلي وإطمئنوا أن الاتصالات ليست واحد واثنين وثلاثة، يطلبون أنه السلام والتحية أشكركم عليها، أشكر هذه العواطف، ولكن رجائي 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 للمرة الألف أن تدخلوا في البحث مباشرة، تقول بسم الله سلام عليكم، تبدأ السؤال بلا مقدمات ولا مؤخرات ولا شكر ولا أي شيء. نعم الإخوة فليدعوا لي، الإخوة الله يوفقهم. إخواني الأعزاء وقتنا ضيق، لا تأخذوا من وقتنا بهذه الطريقة. نعم عذرا للأخ عابس. معنا الأخ مهدي من العراق، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. نعم تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. تفضلوا نسمعكم. تفضلوا. عليكم لكم من مدينة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. سلام الله عليه، تفضلوا. لا شك هناك اثنان من المسلمين في أن مبغض النبي صلى الله عليه كافر، فكذلك مبغض علي بن أبي طالب بحكم النبي يكون كافرا. طيب. إذن هناك كان هناك من الصحابة من يبغض عليا، وعلي كان الحاكم بن الحاكم مبغضه رسول الله خاتم الأنبياء. لقد أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده المجلد الأول صفحة 84 مسند علي بن أبي طالب، والبغوي في مصابيحه يعني مصابيح السنة المجلد الرابع صفحة 171 وخادم الحفاظ. طيب أخ مهدي. نعم طيب أخ مهدي. نعم أخ مهدي. نعم أخ مهدي. قطعت البحث لأجل نعم أنه أكمل. يعني سماح سيد كان يظن أن لديكم سؤالا وقطعنا البحث، أشكركم. وجاءنا إخواني الأعزاء للمرة ما أدري كم أقول أنه رجاء تريدون نقطع الاتصالات، أصلا بعد ما نخلي الاتصالات نتكلم مباشرة لأكمل. تفضل سماح سيد رجاء. والمخرج رجاء لا يدخل أحد فيما يتعلق ب إلى هنا. أنا اتضح لي البحث وهو أنه أساسا لابد أن يعلم كل مسلم أنه إذا أراد أن يحب الله فطريقه يمر من أين؟ نعم. يمر من طريق محبة علي. من أحب عليا فقد أحب رسول الله، ومن أحب رسول الله فقد أحب الله، ومن أبغض عليا في النتيجة فقد أبغض ماذا؟ فقد أبغض الله. طبعا. هذه هي من أهم الأمور التي لا بد أن يلتفت إليها. بقي سؤال سألتوني. نعم قلت لكم سماح سيد إذا يعني ما هي أهم النتائج المترتبة على من أهم النتائج المترتبة على هذه. أنا ما عندي إلا دقائق وقت، إن شاء الله أنتهي البحث، إذا كان عند ذلك مداخلات أستمع لها. من أهم النتائج المترتبة على هذا الأصل وهو أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أعطى بيدنا ميزانا ومعيارا لتمييز الصحابة من منهم مؤمن ومن منهم ماذا؟ منافق. نحن نعلم بشكل واضح وصريح أن القرآن الكريم في آيات متعددة، منها ما ورد في سورة التوبة الآية 101، قال تعالى الآية 101 ومن الآخرون وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة
مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وكذلك ما ورد في سورة الأحزاب الآية 12 من سورة الأحزاب، قال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في الخندق هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون. إذن القرآن يميز بين المؤمنين وبين المنافقين. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب إلى آخره. وكذلك ما ورد في سورة النساء الآية 61، الآية 61: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سؤال، خب الآن المجتمع الإسلامي صريح القرآن يقول مكون من مؤمنين ومن منافقين، ما هو الضابط، ما هو المعيار، ما هو الميزان لتمييز المؤمنين عن المنافقين؟ انظروا إلى الروايات الواردة في هذا المجال. الروايات الواردة في هذا المجال منها ما ورد في فضائل الصحابة، في فضائل الصحابة الجزء الثاني صفحة 715 و792. هناك في صفحة 715 من الكتاب الجزء الثاني من فضائل الصحابة قال في الحديث: نعم، نعم، الجزء الثاني في فضائل الصحابة. هسا أنقل من مورد آخر ما ورد في الصحيح المسند من فضائل أهل بيت النبوة. الصحيح المسند من فضائل أهل بيت النبوة تأليف أم شعيب الوادعية، إشراف وتقديم أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي وهو من الأعلام المعاصرين. أنا بودي أن أقرأ في الصفحة 4 من المقدمة، يقول: ومن بين هؤلاء الباحثات الباحثة الفاضلة الزاهدة التقية أم شعيب الوادعية، فقد قامت حفظها الله بالكتابة في الصحيح المسند في فضائل أهل بيت النبوة، يعتبر أحسن ما ألف في فضائل أهل بيت النبوة لاقتصارها على الصحيح. جيد، في صفحة 63 من هذا الكتاب انظروا ماذا تقول هذه، ماذا يقول في النص. الرواية قال الإمام أحمد، الرواية إلى أن تقول عن أبي سعيد الخدري قال إنما كنا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم عليا. أحسنت، يعني الميزان لتمييز الصحابة. نعم، كيف كنا نعرف أن هذا الإنسان منافق أو ماذا؟ مؤمن. يقول: كنا نرى بأنه إن كان محبا لعلي فهو مؤمن، وإن كان مبغضا لعلي فهو ماذا؟ منافق. فهو منافق. هذا مورد طبعا في فضائل الصحابة أيضا موجود النص، والآن إن شاء الله تعالى إذا صار الوقت سأستخرج هذا النص في صفحة 715. في صفحة 715 هناك روايات متعددة في هذا المجال. عفوا مولانا، 715 الحديث 979، الرواية عن أبي سعيد الخدري قال: إنما كنا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم عليا. هذا النص خلي يحفظوه. في النص يقول في الحديث 979 يقول إسناده صحيح، يعني محقق الكتاب الذي هو محمد عباس يقول إسناده صحيح. وكذلك أيضا في صفحة 792 أيضا ورد هذا النص بشكل واضح وصريح، إشارة إلى هذا
هذا المعنى 792 الرواية عن جابر بن عبد الله قال ما كنا نعرف منافقين معشر الأنصار إلا ببغضهم ماذا؟ عليا. إلا ببغضهم عليا. وكذلك ما ورد في جامع الترمذي، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، في جامع الترمذي هناك في صفحة 591 من الكتاب هذه عبارته هناك، الرواية عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال إنا كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب. طبعا هنا نعم. الألباني يقول أن الرواية ماذا؟ ضعيفة الإسناد، ضعيف الإسناد جدا. هسه هذا نظره هو ضعيف، وإلا الترمذي في آخر الكتاب هذه عبارته، قال أبو عيسى جميع ما في الكتاب من الحديث فهو معمول به وبه أخذ بعض أهل العلم. هسه في نظر الألباني ضعيف، وليكن في نظري ضعيف، لا قيمة لنظري، نحن نتكلم مع من؟ مع الترمذي. ما خلا حديثين، يقول هذا الكتاب ما خلا حديثين ماذا ضعاف، والباقي كلها ما هي صحيحة. نعم. إذن إلى هنا اتضح نعم. أن رسول الله أيضا كان يجعل الميزان ماذا نعم. لمعرفة الصحابة. أحسنتم سمح سيد، فيما بقي من الدقائق قليلة معنا الأخ أبو فاطمة من الجزائر، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله وحيا سماحة السيد كمال الحيدري. حياكم الله. في الحقيقة لي سؤال حتى أختصر يعني. نعم. أسأل سماحة السيد ما الفرق سماحة السيد بين المنافق والكافر، وهل بغض علي أكبر أم سبه أم مواجهته بالسلاح؟ نعم. بحيث قدم لنا التاريخ أنه هناك من أبغض عليا وهناك من سبه وهناك من حاربه. نعم. شكرا بارك الله فيكم. في جملة واحدة أقول للأخ العزيز أن النفاق أعظم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما ما الفرق بين المنافق والكافر؟ أن الكافر كما هو من حيث القلب لا يؤمن بالله، من حيث الظاهر ماذا؟ يعلن ذلك. أما بخلاف المنافق يبطن الكفر ويظهر ماذا؟ ويظهر الإيمان والإسلام، ولذا خطره على الإسلام وعلى المجتمع الإسلامي أشد وأخطر من الكافر. أحسن. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض الكفر زائد مرض النفاق. أحسنتم سمحتك. طبعا دكتور احنا ما كملنا هذا السؤال الرابع فيما يتعلق بالنتائج المترتبة في تمييز الأصحاب ان شاء الله. أعد المشاهد الكريم ورجائي أن الإخوة يتحملون سواء حتى كانوا يتفقون معنا أو يختلفون. أخي العزيز هذا ليس أسلوب أهل الإيمان. نحن نسأل الله تعالى أن يغفر للأخ علي من الفلوج وأن يسامحه سواء السبيل. نعم. ونأسف لأنه كان متعصبا إلى هذا الحد. لا أنا لم أقل شيئا أخي العزيز، أنا ما قلت إلا ما الأدلة التي موجودة في كتب القوم وفي نعم مدرسة. شكرا لكم. شكرا لكم سامحة آية الله سيد كمال حيدر، كما نشكر الإخوة والأخوات جميعا وحتى الأخ علي، ونسأل الله تعالى له ولنا التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.